المركز الصحي يقدم خدمات لأكثر من 30,000 نسمة، وتشمل الخدمات يعني صالة الولادة، وعندنا عمليات صغرى وكافة البرامج من رعاية الحوامل، عندنا الضغط والسكري، عندنا اللقاحات، قرابة أكثر من 100 مريض يوميا مختلف الأعمار تم علاجهم هذا المركز. للمركز الصحي دور كبير فيما تعرف في خدمة أهالي ناحية العظيم من ناحية تقديم كافة العلاجات اللازمة مجانا.